معكم طلاب. اليوم حنبلش في سويتش وهي حلقة من السلكشن ستيتمنتس. نحن أخذنا الإف بكافة أنواعها. اليوم حنبلش بحالة خاصة من الإف إلس ستيتمنتس اللي هي مرتبة الإف إلس ستيتمنتس. مثلا عندنا هذا المثال اللي هو إن توجد داي، دخلنا هذا المتغير عن طريق الكيبورد سي إن للداي. هذا أيام الأسبوع، إذا دخل الطالب مثلا اليوزر هو واحد فإنه يعطيه Saturday، اثنين Sunday، وهكذا لغاية سبعة يعطينا Friday. أي أرقام أخرى ممكن داخلها اليوزر بيعطينا Invalid Number. لاحظوا في عندي طرفين، طرف هو Expression اللي هو هنا عندي Day، وطرف الآخر اللي هي هو عندي ثابت من نوع Integer. فممكن يا طلاب يكون عندي هذا الطرف الاكسبريشن مو شرط انه يكون عباره عن فاريبل زي المثال اللي امامنا هو دي، ممكن يكون عباره عن اكسبريشن متكامل، يعني ممكن في مالتيبليكيشن ديفيجن موديول، يعني اي اوبريتورز اخذناها. والطرف الثاني يكون عندي ثابت من نوع انتجرال داتا تايب، يعني ممكن يكون انتجر بوليان او كاركتر. هون اذا دخل مثلا اليوزر زي ما المثال اللي حاطط لكم اياه 3 اعطانا ماندي. هون انتبهوا للسنتاكس لبتاعت السويتش اكسبريشن، وعندي هون كيسز. اذا كان هذا الاكسبريشن ايكوال فاليو 1 فاذا حيطبق ستيتمنت 1 اللي هي ستيتمنت اللي تابعه لها، ممكن مجموعه من الستيتمنت. وبالنهايه في عندنا بريك. إذا كان هذا الإكسبريشن equal value 2 فإذا حيطبق statements 2، وهكذا. إذا ما كان عندي هذا الإكسبريشن لا يساوي ولا واحدة من الكيسز هون يا طلاب، حيروح على الديفولت. فالديفولت هي مقابل ال else في ال nested if else statements. ولاحظوا هون ال operators اللي هي equivalent. If expression equal value 1، if expression equal value 2. فبالتالي ننتبه هيكون عندي هذا السينتاكس. طبعا لاحظوا السويتش إلها begin و end، السويتش والكيس هي كلمات محجوزة بلغة السي بلس بلس. وننتبه هلأ حكينا هاي الحالة انه هو يكون عندي الاوبريتورز اللي هو الاكوفلنت. فإذا كان هذا الاكسبريشن يساوي هاي الفاليو فإذا حيطبق الستيتمنت اللي تابع لإلها. نلاحظ هذا المثال تم تحويله من قبل شوي، كان عندي nested if else statements الى switch. switch الاكسبريشن اللي هي بين قوسين حطيناها كان عندي هي الدي، والثوابت او الفاليوز اللي تابعه للكيسز اللي هي كانت بالطرف الثاني من الاكويفالنت. هاي معناتها if day equal 1، لاحظوا case space 1 بعدين نقطتين حطينا الجمله اللي تابعه لها. إذا نحن إذا كانت day equal 1 فإذا حيعطينا see out Saturday، ثم break يعني بيطلع من هذا السويتش. إذا كانت day equal 2 فإذا حيعطينا Sunday، وهكذا. حيكون عندنا سبع cases لأنه عندي سبع حالات حكينا قبل شوي. إذا ما كان هذا day يساوي ولا واحدة من هاي الكيسز وين بيروح؟ بيروح على الديفولت. يعني مثلا دخلنا صفر بيروح على الديفولت، سالب سبعة حيروح على الديفولت لأنه ولا واحدة تنطبق على هاي الكيسز، يعني دي لا تساوي واحد ولا اثنين إلى غاية سبعة. لاحظ المثال اللي أنا حاطيته هون ثلاثة. if day equal 3 فإذا ننتبه يطبق الجملة اللي تابعة لإلها اللي هي Monday، بيروح على الواحد. ثلاثة لا تساوي واحد ولا تساوي اثنين، بيروح على الحالة الثالثة اللي هي ثلاثة تساوي ثلاثة، فإذا see out Monday. ثم break، معنى break بيروح على نهاية السويتش. هنا يا طلاب انا قمت كل البريك، لما انا قمت كل البريك دخلت رقم 3، شوفوا شو حيصير. طبعا 3 لا تساوي 1 لا تساوي 2، بيروح على الكيس رقم 3 اللي هي الحاله الثالثه هون عندنا، فبيعطينا ماندي. ما في بريك بيعطينا كمان تيوزدي، بيعطينا كمان ونزدي لغايه أو ما يشوف البريك. طبعا لاحظوا هون انا قمت كل البريك فاذا حيروح حتى الديفولت حيطبقها وحيعطينا invalid number. فاذا الاجابه من Monday الى invalid number، مع انه انتبهوا انه 3 لا تساوي لا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7، ولكن حيطبق الجمل اللي تابعه لإلها. فانتبهوا لهاي الحاله يا طلاب، عدم وجود بريك في نهايه كل كيسز. فإذا مثلا دخلنا 6 حيعطينا Thursday Friday invalid number،
دخلنا مثلا واحد حيعطينا من Saturday إلى invalid number، دخلنا أربعة حيعطينا من Tuesday إلى invalid number. هلأ حنشوف مثال يا طلاب كمان شوي. في بعض الحالات عم بحط break، في بعض الحالات ما عم بحط break، ولكن انتبهوا، وجود break يعني الخروج بنهاية السويتش، يعني نهاية الكيرلي براكتس، اللي هي إذا كان في عندنا next sequential statement سوف يتم تطبيقها بعد السويتش يا طلاب. فانتبهوا لوجود البريك إذا في هاي السويتش. يعني مثلا هلا لو دخلنا اثنين حيعطينا كمان ساندي ما في بريك، إذا حيطبق ماندي ما في بريك، حيطبق تيوزداي لغاية انتبهوا الديفولت اللي هي invalid number، فانتبهوا لإلها. هذا يا طلاب في عندي بعض الجمل حطيت بريك وبعضها لا. دخلنا رقم ثلاثة، لاحظوا ثلاثة، هاي الكيس اللي أمامكم هون. فإذا حيعطينا Monday ما في break، حينتقل Tuesday ما في break، حيعطينا Wednesday في break يا طلاب، وين حيروح؟ فإذا حيخرج خارج السويتش. لاحظوا إذا الإجابة Monday Tuesday Wednesday، طبعا هنا خطأ ما طبعي، Wednesday كتابتها خطأ، أوكي اعذرونا. إذا وجود البريك في بعض الجمل وبعضها لا، يعني لو هلا دخلنا مثلا أربعة حيعطينا Tuesday Wednesday، لو دخلنا خمسة حيعطينا Wednesday، لو دخلنا ستة حيعطينا Thursday و Friday و invalid number. هون لاحظوا أنا لغيت جملة تابعة على كيس 1، فأصبح كيس 1 وكيس 2 مع بعض. ممكن أكتبها بهاي الطريقة وكمان شوي بعطيكم طريقة تانية. كيس 1 نقطتين ثم كيس 2 نقطتين، وهذا مكافئ للإف statements. If day equal equal 1 or day equal equal 2 فإذا see out Sunday. لاحظوا يعني إذا دخل اليوزر رقم 1 أو رقم 2 حيعطيه نفس الإجابة اللي هي Sunday ثم break بيطلع من هذا السويتش. إذا أنا هلأ لو بدي أعمل or عن طريق السويتش ما بكتب كلمة or، يا يعني إما بكتبها case 1 نقطتين case 2 نقطتين، انتبهوا سي اوت الجمل التابعه لإلها، او بطريقه اخرى اللي زي ما انا كاتبه لكم اياها هون كيس 1 نقطتين ثم على سطر ثاني كيس 2. كثير طلاب بالله بيكتبوا لي كيس 1 اور 2 وهذا خطا، كيس 1 فاصله كيس 2، فانتبهوا لإلها. هلا نشوف الاخطاء اللي ممكن يتعرض لإلها الطالب في السويتش. لاحظوا هذا هون في هذا المثال عندنا two cases the same value، هون اثنين وهون اثنين، فهذا error. إذا أول error في السويتش لما يكون عندي في الكيسز نفس القيمة، يعني أكثر من كيس نفس القيمة يا طلاب، فبيعطينا error. هذا الايرور الأول. هلا حنشوف الايرور الثاني ممكن الواحد يواجهه. فإذا two cases أو أكثر لهم نفس القيمة، لاحظوا هون اثنين وهون اثنين مباشرة، فإذا هذا error. نيجي هون انتجر var equal 5 وحطيت الفار احد الخيارات تبعت الكيسز اللي هي هاي كيس رقم 5، فالطالب بيعتقد انه هاي 5 وهاي 5، فاذا هذا صح. ممكن لما يدخل يقول لي انه هذا ما في اي مشكله. لاحظوا هون عم بيعطينا ايرور، والسبب لانه المتغير اذا تم استخدامه انتبهوا مع الكيسز يجب ان يكون من نوع كونستانت. لاحظوا هون بالاعلى غيرتها كونستانت انتجر var equal 5، لما حطيتها بهذا الشكل ما في اي مشكله. هلا اذا الفاليو اللي بدنا نستخدمها مع الكيسز لها شروط، الشرط الاول ان تكون كونستانت، الشرط الثاني ان تكون انتجرال داتا تايب، يعني انتجر بوليان او كاركتر. اذا كان إشي تاني يا طلاب هلأ حنشوف في السلايد اللي بعده حيعطينا إيرور. إذا يجب أن يكون هذا المتغير constant و integral data type. لاحظوا هون في الإكسبريشن كمان هذا الخطأ رقم 3. الإكسبريشن يا طلاب اللي جوا هذا البراكتس تبعت السويتش يجب أن يكون من نوع integral data type، يعني integer boolean character. لاحظوا بالأعلى غيرت الانتجر داي إلى دبل داي، أعطاني مباشرة هذا ايرور، فإذا ما ممكن أستخدمها. هلا الخطأ اللي بعده ممكن نوقع فيه يا طلاب اللي هو بالكيسز
بالكيسز. نستنى السلايد. خطأ رقم 4، لاحظوا هون بالكيسز رجعت الانتجر دي، ولكن بالكيسز حطيت 4.71، هذا حيعطينا ايرور. يجب ان يكون الفاليوز اللي تابعة للكيسز من نوع انتجرال، وهينا بنعيد انتجرال اللي اخذناها ببداية محاضراتنا اللي هي انتجر بوليان كاركتر يا طلاب، غير هيك عم بيعطينا ايرور، فانتبهوا لهاي النقطة. اذا هاي كل المعلومات البسيطة عن السويتش، فانتبهوا لكل ملاحظة انا حكيتها في هذا الفيديو يا طلاب، لحتى ننتقل كمان شوي لبعض الاكسرسايز والاكزامبل اللي ممكن عم بتفيدنا. اذا نعيد هلا الاخطاء بشكل سريع. يجب ان يكون two cases the same value او اكثر حيعطينا ايرور. يجب ان تكون من نوع انتجر الكيسز والاكسبريشن انتجرال عفوا وليس انتجر، يعني ممكن تكون عندنا انتجر كاركترز اند بوليان. ننتبه في هذا المثال عرفنا متغير اسمه var 10، الكاركتر var هو a. لاحظوا في السويتش هذا اكسبريشن a قيمتها 65، هذا postfix. فإذا بناخذ القيمة الحالية use current value هي a 65 زائد 1، طالما في انه عندي عمليات حسابية، فإذا الإجابة 66. 66 أنو كيس من هدول اللي هي كيس B. فإذا VAR بتصير عندنا قيمتها من 10 إلى 40، ما في عندنا بريك، فإذا ننتقل للكيس اللي بعدها بضيف ال 40 زائد 20 بصير عندنا 60، كمان ما في عندنا بريك يا طلاب، ننتقل للكيس اللي بعدها، فإذا VAR تساوي ننتبه 54، فإذا من 60 مباشرة بيعمل اوفر رايت عليها بصير عندنا قيمتها 54. ثم عندي بريك، فإذا اطلع من هاي السويتش، إذا عندنا بريك فإذا بيطلع من هاي السويتش. لاحظوا لو كانت عندي هون ماينس ماينس كاركتر VAR، فإذا حنطبق هاي الأولى A، فبصير عندنا قيمة VAR 32. هذا مثال آخر تم بس تعديل عليه انه انا امتي البريك من كيس دي هون، فبالتالي هو بيكمل 54. قبل شوي كانت عندي الاجابه ننتبه، طالما انه ما في بريك فاذا بينزل على الديفول كمان يا طلاب، فVAR شو بتساوي هلا قيمتها انتبهوا 70، فاذا القيمه النهائيه هون VAR تساوي 70. لاحظوا بس مجرد انه انا امتي البريك من كيس دي. هذا المثال. هلا حنشوف مثال اخر، ولكن نركز اذا كانت ماينس ماينس غير لما تكون عندي كاركتر VAR ماينس ماينس، هون بنستخدم القيمه الحاليه. لاحظوا في هذا المثال يا طلاب ممكن طالب مباشره يعمل تريسينج وانه يعطيني الاجابه، ولكن يا طلاب هون في عندي A و65. احد الاخطاء اللي حكينا عنها لما يكون عندي two cases the same value، فاذا هذا ايرور، هاي A وهي 65، فإذا هذا ايرور، نفس القيمة هي 65 65 يا طلاب، فإذا هذا ايرور. كمان ممكن أنا أقيم لكم مثلا السي، أقيم السنجل كوز، فطالب فكرها إنه هي سي عبارة عن كاركتر، وهي إذا أنا قيمت السنجل كوز فهي عبارة عن فاريبل، وفاريبل لم يتم تعريفه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.